بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أنا بعد نختار زملاء النواب. إذا الرئيس أنا لا يتوقف إلين تعود القاعة في بلد. وراه هو الرئيس الدان تطبع لي بدقائق ندورهم ملي إلى احتجت لهم، إلى ما احتجت لهم ندور نتنازل عنهم. السيد الرئيس، نحن اليوم جلسة خاصة، جلسة يا الطبيعة خاصة جدا جدا، والله إلا خالعني إلين تعود الجلسة في موضوع يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظهر فيها إجماع هذه الغرفة اللي منبثق من إجماع المجتمع الموريتاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلى على جميع التفاصيل الأخرى، يسوى الصغير ويسوى الصغير. إذا الرئيس هذا موضوع كبير وكنت نختار يظهر فيه لأول مرة، والله لثاني مرة، والله ما نعرف إلا المرة كم، إن بعد إذا اختلفنا في كل شيء خارج الموضوع ما نختلف عليه، حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قضية ما هي بسيطة، هذه قضية تحتاج منا لشوي من استحضار ذيك الأمور الكبرى اللي إلينا نرجعوا لها ننساه كل التفاصيل إلى حد أن الإنسان ينسى نفسه. سيد الرئيس نختار هون نذكر بأن الشعوب لها مقدسات أيا كانت، فهم مادة تقدس البقر، وهم مادة تقدس الثعابين، وهم مادة تقدس الفيران، وهم مادة تقدس أشخاص. ونختار نقول أن في بعض الدول حد تزائب لا تساوق، والله نعس ما يبغروا في حضرة رئيس دولة يعود عقابه أنه يعدم بصاروخ ينطلق عليه. هذا وقائع خلقت وما لم ينتطح فيها عن زان كيف قال هذه قايلها لاش. وطبعا انتم تعرفوا اللي تعدل اسرائيل من البطش وانتهاك المقدسات وازهاق الارواح هذا كامل يمر كان لم يكن شيء. خسر علينا نحن الى على الاقل عبرنا عن الالم والامتعاض ان اقدس مقدساتنا انتهك. تكلمت عن القضاء سلطة مستقلة، غير من حق هذا الشعب ومن حق أي ممثل لهذا الشعب أنه يبوح البوح بالألم والبوح بالامتعاض وأنه يعبر عن ذرة مثقال ذرة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا معتبر أن هذا السؤال المطروح اليوم سؤال كبير، في سؤال العقوبة وطرحه النائب زميلي محمد بويا، ولكن في سؤال أكبر من ذاك، هذا السؤال الكبير، يا الله نسب له عنه وزير شؤون التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي، ونسب له عنه وزير التعليم وزير التهذيب الوطني وزير التعليم العالي، ونسب له عنه العلماء والأئمة، ونسب له عنه صناع الرأي جميعا. يا إخواني شن هذه الوضعية اللي لاحتنا فينا نعود اليوم ونحن نفتخر بنا واحدة من أجل الدول في العالم تسمى الجمهورية الإسلامية؟ شنو هالوضع اللي لا احنا فينا نعود نناقش الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام في أرضنا؟ سؤال الوقاية، سؤال السياسات العامة اللي تسمح لنا بأن نتجنب الوقوع في هذا المنزلق الخطير. سمحوا لي نقول لكم أن اليوم ماجين حلل تربوي كبير. لماذا يعود عندنا الشباب حاير؟ ذي الحيرة الكبيرة ما وصل له النور اللي وصل لأقاصي الناس. جوستاف لوبون اللي يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء التاريخ، لامارتين اللي قال كلمات نختار الناس تقراها واختمها بأن هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللي ما هم بثقافتنا ولا هم منتمين لها أدركوا شيء من هذا، نحن هون عاجزين عن إدراكه. اسمحوا لي نستحضر أبيات البصيري، ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها
والظباء وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء. هذه الحالة شنو اللي وقعت للمجتمع؟ هذا الشباب الحائر يا الله يسمع ويكلم معاه، وطبعا إذا أخطأ تسلط عليه العقوبة الشرعية اللي يا الله تسلط عليه، واللي يا الله تعود رادعة للحد اللي نعرف به إن ما لنا لقمة سائغة، ما لنا لحم على وضم. العاد هم وحدين يختاروا يرفضونه ويقدموا حد يقولوا هذا لرك يسيء تحت اسم مستعار، وجراه واحد يسيء تحت اسم صريح، وينقال هذا لا ينتفضوا شوي ولا لا يتعودوا ولا يعود هذا أمر عادي وقضية حرية التعبير. يا الله نقولوا لا، ما لنا قابلين للتدجين ولا لنا قابلين للأمر، يعني أقدس المقدسات عندنا نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الأمة بأبيه هو وأمه عليه الصلاة والسلام. هاي قضية ما الله يختلف عليها اثنين. تعود ملي الشك علق بالإسلام جزء نقاش يتعلق سيد الرئيس وعنده أربع دقائق من نصيبنا تعلق زدناك على الوقت. عنده أربع دقائق أخرى من فريق لك على أربع دقائق. هذا نقاش عنده ثمانية، أربعة ما عندنا احنا وأربعة ما عند الناس الباقي مسجلة. عنده أربعة من حصه الفريق الغير مسجل واربعه ما عنده فريق الاغلبيه. هو لا هي لا هي لا هي نختصر عليكم، لا هي نقبل من هالشيء، لا هي نختار نقول سيد الرئيس نختتم بها كلمه ابو مدين الشيخ احمد السليمان السليمان حل بالقلب حب طه فتاها انما الفخر كله حب طه. اياتي خل الناس تعبر عن محبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحثونا في السياسات العامه المكينه اللي تجعلنا نحصن شبابنا من هذه الحيره وهذا التيه، وعرفونا ان اذا اتينا من هذا الثغر لن تبقى لنا باقيه. مجتمعنا مجتمع متعدد العراق، متعدد الثقافات، الخيط الناظم الوحيد فيه العاده تقد مره تسيل دمعه من عين رقاش عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى عاد نقد مرة إلى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نخشع كاملين ونقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. خلونا نجتمع على الشيء اللي ما اجتمعنا عليه، ما أن لا نجتمع أبدا على أي شيء آخر. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.